السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. عايز اتكلم عن اللي بيحصل في البرامج الرياضيه من استضافه لاعبين وغيره، منهم امبارح اتكلمت كده تخطيف عن احمد سيد زيزو لما قارن بينه وما بين لاعيبه نادي الاهلي والزمالك، وفضل لاعبي نادي الزمالك وقلت انه ده بالنسبه له خاف من تجربه جنش، لا جماهير الزمالك يعني تغضب منه واداره نادي الزمالك تغضب منه. لكن اللي بيحصل في البرامج دائما وابدا انا بنتقد برنامج مهيب، وتحديدا قبل بسبب استضافته جمال عبد الحميد ومن زمان يعني ومصطفى يونس، والهجوم على النادي الاهلي بطريقه غير منطقيه يعني، ومؤخرا استضافته لابراهيم وحسام حسن اللي عينيهم على الاداره الفنيه لمنتخب مصر، وبالتالي مش عاجبهم اي حاجه في منتخب مصر يعني، حتى لو انت متفق معاهم في الراي فطريقتهم واسلوبهم في التوقيت ده ما يخليكش متعاطف معاهم ابدا يعني، لان في الاول وفي الاخر احنا عاملين مصلحه مصر يعني، خلاص اوريدي اتحاد الكوره قرر كيروش مكمل، تتب ما عاجبك مش مكمل، فكلنا ندعم، لكن نطلع نقطع فيه ونهاجمه. حتى وصلت المرحله لان العالم كله شايف ان الحكم بكاري جسامه سيء جدا بشهاده كل لعيب المنتخب والجهاز الفني والجهاز الاداري، واللي حصل منه قبل ما هو يطلع ابراهيم حسن يقول لك زي الفل مكاري جسامه حلو، مين اللي قال عليه؟ لو هو بيدرب ابراهيم ده حسام وابراهيم بيمسكوا الحكام هنا يعني بيطلعوا عين اللي خلفوهم، فما بالكوا بقى بكاري جسامه بقى حلو بكاري جسامه دلوقتي. ما علينا يعني، استكمالا لهذا السفه الاعلامي من وجهه نظري، هو استضافته لواحد زي زيزو والكلام اللي قاله زيزو ليه؟ انا قلت زيزو محترم، لكن الاسئله كلها في الاونطه، الاسئله اللي اتسالت لزيزو اي كلام يعني، لما تيجي تتسال كده شوف زيزو قال ايه، واخر حاجه قالها زيزو يبين لك ان زيزو كذاب في كل اللي قاله. قال لك ايه؟ يعني لما تسال مين افضل من مين، طارق حامد احسن من حمدي فتحي ولا حمدي فتحي؟ قال لك طارق حامد. طب فتوح ولا علي معلول؟ احمد فتوح اللي لسه طالع ولا علي معلول؟ لا قال لك فتوح. طب ابو جبل ولا شناوي؟ لا ابو جبل. طب الونش ولا محمد عبد المنعم؟ لا الونش. اشرف بن شرقي ولا رمضان صبحي؟ لا اشرف بن شرقي. كارتيرون ولا باتشيكو؟ لا كارتيرون. كيروش ولا حسام البدري؟ كيروش. قال لك امام عاشور احسن ولا اكرم توفيق؟ امام عاشور احسن ولا اكرم توفيق؟ قال لك امام عاشور. اوباما ولا افشه؟ قال لك اوباما، اللي هو كان في يوم من الايام لما اتقطع واتمرمط واتبهدل عشان قال انا اللاعب اللي انا احب العب جنبه هو افشه، ما قالش اوباما اللي بيلعب جنبه، قال اتمرمط واتقطع، فلازم يقول اوباما. ده تريزيجيه ولا مرموش؟ قال لك تريزيجيه. قال لك السوليه ولا ساسي؟ خلاص ساسي مشي، يبقى عمرو السوليه احسن من ساسي. قال لك مصلحه محمد مصطفى محمد احسن من محمد شريف؟ قال لك مصطفى محمد. طب الاخيره بقى تبين لك ان هو كذب في كل ما سبق يعني، او بيختار اللي موجود حاليا. قال لك مين بقى؟ صلاح احسن ولا ميسي؟ قال لك صلاح. اهي دي بقى تبين لك قد ايه الواد ده كداب. يعني بغض النظر بقى عن كده، وتعالى انت النهارده لاعب زي ده في منتخب مصر، لما يتكلم عن محمد الشناوي اللي في منتخب مصر، عبد المنعم اللي في منتخب مصر، رمضان اللي في اكرم توفيق اللي في منتخب مصر، مرموش، كل هؤلاء، محمد شريف، لما تعمل أزمة، إحنا كلنا خارجين من كأس الأمم وقلنا العلاقة جيدة ما بين اللعيبة وبعضها والجمهور وبعضه، يجي واحد زي مهيب بأسئلته يخلينا نرجع تاني، وإجابات أحمد سيد زيزو، أنا واحد من الجمهور، أنا إيه اللي أقول أبو جبل أحسن حلو بقى؟ ما أبو جبل وحش وعليه، إذا كان اللاعب اللي كانوا لسه بياكلوا عيش وملح مع بعض، عمالين يتكلموا لصالح أندية بتاعتهم، ويطلع واحد زي محمد صلاح ننحي الأندية جانبًا مع منتخب مصر. ولاعب من لعيبه منتخب مصر مع مهيب طالع بيتكلم يقول لك لعيبه الزمالك احسن، طب ما الجمهور هيقول لك خلاص انا عايز كل لعيبه من الاهلي، انا عايز كل، انا مش هشجع غير لعيبه الاهلي، وترجعوا تاني تعيطوا تقول المنتخب كله مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك، وحاجه في منتهى قله الادب يعني، ومنتهى مفيش عقل. ده بالنسبه لاحمد سيد زيزو واعلام السبوبه يعني. بالنسبه للحكم كليمنت اللي هو ادار مباراه الاهلي والميراث واللي كان عليه
100 علامة استفهام من طرد أيمن أشرف اللي غير مقنعة، كان أكبره إنذار لضربة الجزاء الواضحة الصريحة لأحمد حمدي عبد القادر، والحكم تغاضى عنها ولم يعود حتى للفار. عجيبة إن حكم سيء وباعتراف كل الناس، يعني كان جاي على النادي الأهلي كثيرا، يعني كان المفروض يطرد، يعني طرد أيمن أشرف وإنذار أفشة كان ممكن يطرد لاعب أو اتنين من نادي بالميراس، ومع ذلك لتاني مباراة على التوالي في كأس العالم للأندية هذا الحكم يحكم للنادي الأهلي، إزاي ما تعرفش؟ طب الكلام ده يديك مؤشر لحاجة؟ يديك مؤشر لأن الفيفا عايزة توجه، أنا بقول كده، أنا بقول كده، عايزة توجه الدنيا رايحة فين وجاية منين. الفيفا مش عاجبها، يعني زي الكاف كده لما بيعمل دوري السوبر ومش عاجبها استحواذ دول شمال افريقيا او انديه شمال افريقيا سواء الاهلي او الوداد او الترجي على بطولات امم افريقيا، فقالت لا بطولات دوري ابطال افريقيا، يعني الفيفا كفايه بقى اهلي برونز، عايزين نشوف وجه تاني. يعني الحكم سيء، النادي الاهلي لسه النهارده الخميس لازم الاهلي يعترض على هذا الحكم. انت عايز نعمل نعزه بكاري جسامه؟ ما اعترضنا على بكاري، شفنا بكاري جسامه عامل ازاي؟ كليمنت سيء واعترضنا، وكان اسلوبه وطريقه، شوف كان بيبص لحمدي فتحي ازاي في الماتش. ايه يا عم في ايه؟ حكم يحكم لنفس الفريق مرتين؟ هو احنا لعبنا كم مباراه؟ ده كل مباراه، مباراه مونتييري ومباراه بالميراس ومباراه ثالثه، حكم يجي لي حكم لي مباراتين من ثلاثه ليه يعني؟ من قله الحكام، الحكام كلهم ماتوا، ايه يا عم الحاج؟ بالنسبة للأخبار الخاصة ب مصر، مصر طبعا وصلت بعد التصنيف الشهري للفيفا، التصنيف الرسمي طبعا صعد مصر للتصنيف الأول، أصبحت في المركز الرابع في التصنيف الأفريقي، في مركز الرابع في على المستوى الأفريقي بعد السنغال وبعد المغرب وبعد نيجيريا قبل الجزائر وتونس، مركز الرابع. يعني لو كانت القرعه بتاعه كاس العالم اتعملت في التوقيت الحالي كان ممكن مصر تبقى في مستوى اول، تصنيف اول، يعني في تحتل المرتبه 34 على العالم، مصر في المركز 34 على العالم، رابع على المستوى الافريقي. اتكلمت مع حضراتكم امبارح في حاجات بتحصل غريبه في الاعلام قبل مباراة مهمة، أنا انتقدت موسيماني بعد مباراة بالميراس، وهنتقده لو أداؤه غير جيد بعد مباراة تشيلسي، ولو أداؤه جيد فآسف مباراة الهلال، ولو أداؤه جيد في مباراة الهلال هشيل بيه وهسقف له. هشيل بيه وهسقف له على المباراة، لكن أنا عندي قناعة خاصة بمجمل زي ما بيقولوا كده مجمل أعماله، أنا عندي قناعة خاصة. لكن لما يطلع شوبير امبارح يتكلم عن قصه التجديد وقلنا ان دي مش وقته، خليه بعد بطوله كاس العالم للانديه ما يرجع. والاهلي عرض وهو واقف كده والموسيماني ومراته مشيت بدون تجديد، ويطلع عصام شلتوت يتكلم يقول لك اصل في التوقيت ده الخطيب مش عاوز يقابل موسيماني او رافض يقابل موسيماني. محمد شبانه امبارح يتكلم موسيماني اعترف بخطا وجراحيل الكهرباء بيني وبين اللعيبه، وقال ان هو لما قبل عرض خروج كهرباء للاعاره كان مقتنع ان في لعيبه تستحق الفرصه اكثر من كهرباء، لكن لما مشي كهرباء وادى اللعيبه الفرصه شاف ان هو لعيبه لا تستحق. كمان يعني قال ان هو غاضب من اداء طاهر وحسين الشحات وكلام من هذا القبيل. محمد شبانه بما انه زملكاوي فعادي يقول اللي هو عايزه، او بمعنى اصح هو حر يقول الاخبار دي يوقع النادي الاهلي، ما عشان ما بتفرقش معاه قصه ظروف النادي الاهلي في التوقيت ده عشان اطلع الخبر دلوقتي او اجله شويه. لكن عصام شلتوت واحمد شوبير اهلاوي، فايه اللي بيحصل؟ في حاجه غريبه بتحصل، الناس كلها ربطت قالت هل الاداره بتسرب اخبار عشان تمهد لرحيل موسيماني. انا بقول لو موسيماني هيمشي النادي الاهلي او الخطيب مش محتاج يمهد للقرار في عدد قطاع كبير من جماهير الاهلي مش هيبقى موسيماني، لكن الكلام في التوقيت ده مش عارف انا ايه الهدف منه، من المفروض اتنين اعلاميين بينتموا للنادي الاهلي. للاسف الشديد من امبارح وانا بتكلم وبحذر بقول ان مباراه الاهلي والهلال مباراه بين الاشقاء
ونتمنى عدم السماع لبعض الفئة القليلة سواء من هنا أو من هنا، مثيري الفتنة أو اللي بيزودوا الفتنة شوية. للأسف الشديد شخص معروف بانتمائه لنادي الزمالك هو سعودي، موقع وأعتقد إنه إعلامي يعني حاجة زي كده، موقع بينقل أخبار نادي الزمالك، خد الكلام الخاص بهذا الشخص اللي دائما وابدا مش بس زملكاوي، لا ده مساند وبقوه المرتضى منصور، واتكلم خد منشط قال لك صحفي سعودي يلمح الى هروب النادي الاهلي من مواجهه الهلال في 2018 في المباراه الوديه اللي الزمالك كل شويه كسبنا الهلال ورحنا وعملنا والسوبر المصري السعودي، وانا قلت القصه مباراه وديه. فهذا الصحفي اسمه محمد الخالد، اتمنى الجماهير السعوديه يعني يقولوا له عيب عيب، احنا هنا زي ما قلت لحضراتكم كسبنا قبل كده الهلال 97 كان اخر حاجه كسبناهم 2-1 وما هللناش، يا اخي قبل كده كسبنا روما، يا اخي قبل كده كسبنا ريال مدريد ما هللناش ولا وقفنا عندها يعني. لكن الزمالك وقف عند مواجهه الهلال كسبنا الهلال، كل شويه رحنا الهلال كسبنا الهلال، فعيب اللي بيحصل ده. انا بقول لك من امبارح وانا خايف من بعض هذه الامور يعني، لكن لما يجي واحد زي بيقول لك سبحان الله خالد على طول بيظهر مع مرتضى منصور وده عنه مرتضى منصور زملكاوي يعني، بتيجي تتكلم لك بعدها، فهذا يقول لك بعد هروب الاهلي مواجهه الهلال دي اسمها قله ادب، فاللي يقول هذا الشخص قليل الادب. محمد الخالد لما يجي يتكلم عن الاهلي يقول لك بعد هروب الاهلي من مواجهه الهلال في السوبر بيقول ان النادي الاهلي هرب، فهذا التصريح قليل الادب لا يصدر من شخص يحترم نفسه يعني. لك بعد هروب الاهلي من مواجهه الهلال في السوبر السعودي المصري 2018 القدر يجمع الفريقين في مواجهه الثالث والرابع بمونديال الانديه، كلنا ثقه بالزعماء في المحطه القادمه، لن نرضى باقل من الميداليه البرونزيه. فده برضو يعني نوع من انواع يعني واحد اهلاوي لما اسمع واحد من السعوديه بيقول لك بعد هروب الاهلي، فانا ممكن اغلط، ما انا ممكن اتجاوز في حق الهلال، لكن الواحد عاقل وعارف مين هذه الألفاظ بتصدر من مين يعني، أو عن إيه، أو الغرض منها إيه يعني. لكن تاني وتالت هي ممكن هذه التصريحات تكون دافع للاعبي النادي الأهلي إن شاء الله يحقق نتيجة إيجابية أمام نادي الهلال بإذن الله. زي ما اتكلمت أحمد سيد زيزو، أحمد سيد زيزو أنا في فترة من فترات سميته أحمد بيلين زيزو، أحمد بيلين زيزو ليه؟ بسبب كثرة ضربات الجزاء. أحمد بيلين زيزو، أحمد سيد زيزو ممكن يعني يحقق رقم قياسي يعني من سنة 2009 ما تحققش، لو هو عنده سجل 16 ضربة جزاء من 2018 تقريبا وقت نهضة البركان مع نادي الزمالك 16، ما ضيعش أي واحدة خلالهم يعني بشكل متواصل، ممكن يحرز 3 ضربات جزاء كمان ويدخل ضمن أفضل 10 لاعبين سديد ضربات جزاء من سنة 2009، علشان كده ما كدبناش لما سميناه احمد بن زيزو، ويا ريته رقم خاص بلعب ولا اهداف ضربات جزاء يعني. طبعا بالنسبه لاشرف بن شرقي من ضمن الحاجات اللي جذب بيها امبارح الاخ احمد سيد زيزو لما قال اشرف بن شرقي عنده رغبه في التجديد. موقع هسبورت المغربي وبعد التقارير المغربيه اتكلمت على ان اشرف بن شرقي كلم لعيبه نادي الزمالك زمايله وقال لهم ان هو مش عايز يجدد، عدم رغبته في التجديد لنادي الزمالك عكس ما صرح به اشرف اللاعب احمد سيد زيزو بالامس يعني. النادي الاهلي مستني في تدريباته او مستني في تدريباته النهارده الساعه 3 بتوقيت القاهره في اطار استعداد مباراه الهلال السعودي، وطبعا يعني الكابتن محمود الخطيب كان معاهم وحفزهم بالامس وكان في راحه، بيتو موسيماني ادى اللعيبه راحه بالامس يعني، النادي الاهلي عامل مسح طب عمل مسحه طبيه استعدادا لمباراه الهلال السعودي، وان شاء الله يكون جاهز كل اللاعبين سلام باذن الله. بيتسو موسيماني حاضر اللاعبين بالفيديو استعدادا لمباراه الهلال. محمد الشناوي بيواصل تدريباته التاهيليه في الجيم بشكل يومي في اطار البرنامج التاهيلي المحدد للتخلص من الاصابه اللي تعرض لها الدكتور احمد ابو عبله، ان اصابه الشناوي في العضله الخلفيه في تحسن مستمر، وقال ان اللاعب هيخضع لاشعه على العضله الخلفيه بعد عودته للقاهره لتحديد موعد عودته للمشاركه في التدريبات الجماعيه، وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله.